ويلكم يا بني، اهلا وسهلا بيكم. النهارده معانا طياره جديده، صغيره محدقه كده، صغيره حلوه، ريموت كنترول، خامته نظيفه جدا، خامته نظيفه بجد. يعني دي طياره، ده الكتالوج. والشاحن وبس، معهوش حجاره، هو حجر واحد اذا كان عاجبنا. يعني اللي يحب يشتري طياره ما يشتريش طياره بحجر واحد، هتتعب. الريش شكلها حلو بصراحه، يعني الريش جميله، المراوح يعني بتاعته دي حتى مكتوب عليها يعني حاجه قيمه، يعني تحس ان هي حاجه قيمه. ادي الحجر الواحد اللي معاه، بتشحن زي السامسونج، من هنا زي السامسونج بالظبط. اوكي، حجر رئيس يعني حوالي 10 دقايق، يطير 10 دقايق. كل مره واحد يسالني السؤال ده، بكام الطياره دي؟ الطياره دي في كل بلد ليها سعر، بس دي حوالي تقرب من 50 60، بس في كل بلد ليها سعر. انت ممكن تاخد الاسم اللي انا سايبه لك وتضرب على جوجل، هتعرف سعر الطياره كام. سهلة يعني في البلد بتاعتك، لأن كل البلد ودها سعر. أوكي، فيها كاميرا حلوة جدا، الكاميرا بتاعتها بجد حلوة، وموتور كمان، وممكن تخلعها، يعني ممكن تخلع الكاميرا دي بحيث إنك لو لسه مبتدئ. فيها كاميرا تانية هنا عشان تصور لتحت، يعني تصور كده وكده، ودي تصور أفقي كده، اللي هي دي. ممكن تخلعها لو انت لسه مبتدئ، من هنا بس كده، من هنا مش كده، وتقدر تخلع الكاميرا من هنا. لو انت لسه مبتدئ في الطيران، ملهاش لازمه تبوظ الكاميرا، يعني الطياره لو اتخبطت هتستحمل، الطياره اترزعت يمين شمال، لكن الكاميرا لو خبطه صغيره بح باظت الكاميرا خلاص. لكن الطياره معمول ان هي تتخبط برضه، يعني مش معمول ان هي ما تتخبطش، لا بتتخبط. صافي خالص، حساسة يعني، حتى الكاميرا دي موتور زي ده لازم تكون حساسة، وتكتفي انت بالكاميرا دي اللي هي اللي بتصور من هنا، تكتفي بيها، دي مش هيحصل لها حاجة. دي نقطة وعلى مساعدين، في مساعدين من هنا، اوكي، عشان لو الطيارة اتهزت الصورة تطلع مظبوط. اوكي، نشغل بوسة صغيرة، وبعدين بوسة طويلة، والكاميرا تك تك، الكاميرا اتحركت. ودي البطارية فيها تلتين، يعني في تلت خلصان، فيها تلتين. احلى حاجة اللون الأحمر والأزرق ده، الأحمر والأزرق عشان نعرف اتجاه الطيارة فين، ماشية ازاي الطيارة. يعني لما أبص على الطيارة من فوق وألاقي ده أحمر، أعرف إن ده ناحيتي، وألاقي ده أزرق، أعرف إن ده قدامي، يعني الأزرق ده قدامي، لازم قدامه الكاميرا قدام، والحجارة ورا، والأحمر معايا ورا، والنقطة الخضراء اللي هتبان دي إذا بانت بالليل يعني. لكن أنت لما تكون مرتفع عن الأرض هتكون شايف الكلام ده بالليل، بالليل هتكون شايف، لما تكون طيارة مرتفعة عن الأرض كده هتكون شايف الكلام ده، يعني واضح بالليل، واضح باين. بس لو بعدت عنك أكتر من 300 متر مش هتشوفها، يعني مش هتشوف الطيارة أساسا يعني. في زرار هنا يرجع لك تاني الزرار للجي بي اس، ده تدوس عليه يرجع لك الطيارة كما كنت. الزرار اوكي، السرعات هنا 1 2 3، ما فيهاش غير جي بي اس وسرعات، وده تظبط، وده تطفي النور. اوكي، احنا دلوقتي شغلنا الطيارة، المفروض الطيارة تشغلها تعمل كده على فكرة، يعني معلش الحتة دي عشان تعرف، بس تعرفها على الدنيا حواليها، عشان لو ضغطة طويلة هتطفي، ضغطة طويلة تاني أو ضغطة طويلة هتشتغل. المفروض إنك تلف الطيارة كده
عشان تتعرف على الجي بي اس، يتعرف على المكان بتاعها. اوكي، بعد تلفها كده. كل الطيارات تقريبا نفس الفيلم الهندي. كده طارق الى الروضه. الجوزه اكيد واكيد اكيد جوزه اكيد اكيد الهواء بتاعها جامد جدا. الهواء بتاعها جامد جدا جدا. الاثنين دول كده طارق ده زي السياره، قدام ورا يمين شمال، او قدام وتحول يمين، قدام وتحول شمال، قدام وترجع ورا وترجع شمال، ورا وترجع يمين، وهكذا. اوكي، ده عشان تطلع الطياره فوق، ده زي السياره العربيه يعني، وده زي الطياره تطلعها فوق وتنزلها تحت وتلفف حوالين نفسها كده وكده. كده دارت تقدر ترجع مكانها.
اعرفش يعني ايه جي بي اس، يعني لما تتوه مني الطياره انا ما تجيبهاش ادوس هنا ترجع لي الطياره في النقطه دي. اشكركم مره تانيه، وعندي فيديو جديد اهو محضره جميل جدا، ثلاث انواع شاشات لثلاث الطيارات. لو حبيت تتفرجوا عليه، ثلاث انواع الشاشات لثلاث طيارات مختلفه. وعندي فيديو تاني قبل ما تشتري طياره تدور على ايه، يعني انت عايز ايه في الطياره تدور على ايه تشتريها. فيديو جميل قوي. شكرا لكم مره تانيه.